السلام عليكم. من الجيد أن نتحدث عن قصة الدجال ونسمع خلفنا مؤثرات صوتية البرق والرعد وصوت المطر. بسم الله. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، ذكرها ثلاثا. يجيء الدجال فيصعد جبل أحد فينظر إلى المدينة فيقول: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا قصر أحمد. وفي حديث آخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال. أما أم سلمة فتقول: ذكرت الدجال فلم أستطع أن أنم ليلتي، فعندما أصبح الصباح ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري أكثر السؤال عن الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أراك أكثرت السؤال عن الدجال. كان الوضع في المدينة، كل الصحابة كانوا يخافون من الدجال وفتنة الدجال، وهذا كله من تخويف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فماذا قال لهم؟ إذن دعونا ننطلق في قصة الدجال من ولادته حتى مقتله على يد عيسى عليه السلام عند باب لد. ولكن هناك سؤال: كم صحابي روى أحاديث الدجال؟ عدد الصحابة الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول الدجال 42 صحابي، ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في دراسة مفصلة عن المسيح الدجال. شوف اللي رواها ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود وغيره، هنا أم سلمة، أم شريك، هذا جميع الأسماء. 42 صحابي روى أحاديث الدجال. إذن فالأحاديث الواردة حول الدجال هي أحاديث متواترة، يعني رواها جماعة عن جماعة، هذا معنى التواتر. والأحاديث المتواترة هي قطعية الثبوت، قطعي الثبوت يعني أنه صحيح 100%، هذا معنى عند علماء الحديث. والقرآن انتقل إلينا بالتواتر، جماعة من الصحابة نقلوه وهكذا. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم، يعني ما أتى من أي مكان آخر، وإنما هو من ولد آدم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه يشبه عبد العزة بن قطن، وهذا رجل من خزاعة هلك في الجاهلية، وله صفات نذكرها الآن. من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم كنت أنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني سأصفه لكم بصفة لم يصفها أحد بالأنبياء. وذكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. في الصحيحين مذكور في أحد صفاته أن عينه اليمنى عوراء، وفي أحاديث ثانية صحيحة يذكرون أن عينه اليسرى عوراء، فما الصحيح؟ وهذا السلاح الذي يستخدمه المشككين في أحاديث الدجال، يقولون: إيش العورة، اليمين أو اليسار؟ يعني معقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف إيش العورة، اليمين أو اليسار؟ لكن تأمل، الشيخ باسم الجزار حفظه الله يقول: تأملت أحاديث الدجال الواردة وهي 37 حديث في عور عينيه، يعني يقول أخذت الأحاديث اللي فيها عينه اليمنى عوراء أو عينه اليسرى عوراء ثم تأملتها، فوجدت مسألة دقيقة يغفل عنها كثير من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر العين اليسرى فإنه يذكر أنها ممسوحة، يعني لا يرى بها، أما إذا لما يذكر العين اليمنى فيقول أنها كأنها عنبة طافئة، فكلتا عينيه عوراء، ولا يعني أنه لا يشوف بالثنتين، الأولى اليسار ممسوحة لا يرى بها، أما الثانية ففيها عور، يعني فيها تشوه. لاحظ هذا الحديث: ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. لاحظ هذا الحديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العين اليمنى. وشوف هذا الحديث الثاني: أعور عينه اليسرى، فعينه اليمنى يرى بها ولكنها كأن عنبة طافية، أما اليسرى فلا يرى بها. هذا هو حديث عبد العزة بن قطن يقول: وهو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. أما صفات الخلقية للدجال فهو قصير، أفحج يعني قدميه متباعدتين، هجان يعني أبيض يميل إلى الحمرة، ومكتوب على جبهته كافر، شعره جعد وجبهته واسعة، وهو عقيم يعني لا ولد له. الدجال في بدايه هو رجل عادي ثم يدعي النبوة، ف
فإذا تبعه الناس يقول أنه الله تعالى الله عما يقول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، في هذا الموقع يكون خروجه، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وهذه أصفهان في وسط إيران، يتبعه 70,000. البعض يظن أن في حديث يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل، يظن أنهم يهود أوروبا، لا، الذين سوف يقتلون هم يهود أصفهان في فلسطين. وعندما يخرج فإنه يجوب مشارق الأرض ومغاربها إلا 4 مدن، مكة والمدينة والقدس وجبل الطور. قبل خروج الدجال تكون 3 فتن، فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء. في فتنة الدهيماء اللي هي الأخيرة تكون 3 سنوات، ال3 سنوات هذه يكون فيها قحط ومجاعة شديدة، فعندما يخرج الدجال يكون الناس في حاجة شديدة للمطر، ففتنته فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر للقرى التي تتبعه فيتبعه الناس، ثم أن معه جنة ونار. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. فتنة المسيح الدجال خطيرة جدا، حتى أنه يقابل أعرابي فيقول له أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيتمثل له شيطانان على شكل أبيه وأمي ويقولون له يا بني اتبعه فإنه ربك. وهذه تذكرني بقصة موسى مع السحرة، فهو يستخدم السحر، شوف قصة موسى مع السحرة، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طريقة حركة الدجال أنه يجوب الأرض في 40 ليلة، فقالوا الصحابة يا رسول الله كيف يتحرك؟ قال إنه يتحرك مثل حركة السحاب، ويمكث 40 يوما، اليوم الأول كسنة، اليوم الثاني كشهر، اليوم الثالث كأسبوع، بقية الأيام كسائر أيامنا، يعني كم شهر بالمجمل؟ يمكث 14 شهر ونصف الشهر، كيف نحسبها؟ سنة 12 شهر، بعدين شهر، بعدين أسبوع، بقية الأيام تطلع 14 ونصف الشهر. كيف حركة الدجال بعد ما يطوف الأرض؟ يتجه إلى مكة المكرمة فترده الملائكة بالسيوف، بسيوف من نار، ثم يتجه إلى المدينة المنورة، ثم يتجه ويحاصر المسلمين في جبل الطور، وبعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام. يخلط الناس كثير في جبل الطور، جبل الطور اللي كلم الله عليه موسى هو في سيناء، أما الجبل الطور الآخر فيوجد في هذه المنطقة في فلسطين، وله ارتباط كبير بالديانة المسيحية هذا الجبل الذي في فلسطين. طيب ماذا عن المدينة؟ أين سيقف الدجال وكيف سوف تهتز الأرض ويخرج له الناس؟ في موقع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، يأتي الدجال مكة ثم المدينة، تصده الملائكة، ثم يذهب إلى جبل أحد فيصعد ويقول هذا قصر أحمد، ثم يتجه إلى سبخة الجرف. وين هذه السبخة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار المشرق وقال منها هنا يطلع قرن الشيطان، طبعا أشار للمشرق وهو في المدينة، ويذكرون أن هذا طريق الدجال، هذا طريق تقريبي لمرور الدجال، يمر يأتي المدينة تصده الملائكة ثم يذهب إلى جبل أحد وبعدها إلى سبخة الجرف ها هنا. فينزل الدجال في سبخة الجرف في هذا الموقع، ثم تهتز المدينة 3 مرات، فيخرج المنافقون له، ثم يخرج رجل إليه، فجنود الدجال يصدونه، ولكن الدجال يقول ائتوني به، فلما وصل إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتنته أن يسلط على نفس واحدة وهو هذا الشاب وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ثم يقول انظروا عبدي هذا فإني أبعث. فالدجال يمر بين الشقين هذه ثم يقول انظروا أبعث عبدي هذا، فيبعثه، فلما عادت له الحياة فيقول الدجال من ربك؟ يقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما ازددت بك بصيرة أشد من اليوم. ثم إن الدجال لا يسلط على أحد بعد ذلك الشاب، بمعنى أنه يقتله ثم يعيده للحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدجال وأنا بينكم فأنا خصيمه، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
الصحابة كانوا يظنون برجل أنه هو ذلك الشاب. يقول ابن عباس: كنا نظن أن عمر بن الخطاب هو ذلك الرجل الذي سوف يخرج للدجال لشدة وقوة عمر بن الخطاب في الحق رضي الله عنهم أجمعين. في البداية ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص. ولكن ماذا يقصد وماذا يعني بيوم الخلاص؟ هنا في الحديث يوضح ذلك اليوم. يقول المصطفى: فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص. فقالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: العرب يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. تذكرون ذكرنا قبل الدجال كان المسلمين كلهم متجمعين في الشام، متجمعين لأن الروم أعدوا لهم عدة، فتجمع المسلمين ووقعت الملحمة الكبرى، فصاح صائح بهم: إن الدجال خرج فيكم. فيعودون إلى رحالهم وإلى بيوتهم فيجدون أنه لم يخرج، فبينما هم كذلك إذ خرج الدجال فعلا. في ذلك الزمان كيف كان وضع المسلمين؟ اسمع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وذكر فيها شرطة الموت. فما شرطة الموت؟ يقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله يقول: عدو يجتمعون لأهل الشام ويجتمع لهم أهل الشام، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة أي هزيمة، فيشترط المسلمون شرطة الموت، فلا ترجع إلا غالب، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. شرطة الموت أي أنهم لا يرجعون إما النصر أو الشهادة، ففي اليوم الأول اشترطوا شرطة الموت فيقتتلون فما ينتصر أحد منهم، وتفنى المجموعة الأولى التي اشترى شرطة الموت، ثم تظهر مجموعة ثانية في اليوم التالي وتشترط شرطة الموت فيقتتلون قتالا شديدا فتفنى المجموعة الثانية، ثم يشترطون الشرطة الثالثة فتقتتل قتالا شديدا ولكنها أيضا تفنى. وفي اليوم الرابع، فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أي الروم، فيقتتلون مقتلة لا يرى مثيلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخروا ميتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى من القوم من الجماعة من كل 100 رجل واحد فقط. فيقول المصطفى: فبأي غنيمة يفرحون وبأي ميراث يقتسمون؟ يعني ما بقي أحد أصلا، توفوا الغالبية العظمى. فبينما هم كذلك إذ يصيح صائح بهم: لقد خرج فيكم الدجال، فيبعثون طليعة فوارس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عنهم: هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. ويكون الخبر كذبا، ولكن عندما يصلون يخرج الدجال فعلا. وأكثر من يتبع الدجال هم اليهود، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالس، ثم النساء. يقول المصطفى: حتى إن الرجل يعود ويربط أمه وأخته وعمته مخافة أن تخرج إلى الدجال فتتبعه. أما اتباع اليهود له فهذا في عقيدتهم، ينتظرون المسيح المنتظر وهذا الذي يظهر منهم فيتبعونه. أما بالنسبة للنساء فلأنهم يكونون أكثر أهل الأرض، لأن أغلب الرجال قتلوا في المعارك والملحمة الكبرى أفنتهم، فلا يبقى إلا النساء. بعد خروج الدجال وذهاب مكة ثم المدينة ويرد ثم يذهب إلى الشام، فيتذكر المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهة الدجال، فيفر المسلمين المتبقين من الملحمة الكبرى، فيفرون إلى جبل الطور ويبقون هناك، فيتجه إليهم الدجال ويحاصرهم أسفل الجبل. تذكر بعض الروايات أن المسلمين المتبقين على جبل الطور عددهم تقريبا 7,000 رجل، هذا هو المتبقي من الملحمة الكبرى. فينزل عيسى عليه السلام، وله قصة مفصلة سأذكرها إن شاء الله كاملة، ثم يتجه يقابل المسلمين على جبل الطور وهم يصلون الفجر، فيلحق الدجال ويقتله عند باب لد في فلسطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركه لمات وذاب. وهكذا انتهت قصة الدجال. ولكن لماذا اليهود هم أكثر من يتبعه، ولماذا في ناس ما يؤمن بالدجال؟ سأجيب عنها، وشكرا لكم.